اهلا بكل حضراتكم عوده مره ثانيه لعشر الصبح في الاهلي، وهنتكلم دلوقتي عن موضوع في منتهى الاهميه لكل اولياء الامور، طبعا بالتزامن مع دخول بقى يعني المدارس، موسم دراسي جديد. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. التغذيه المتعلقه بالاطفال، الملف ده مهم جدا جدا جدا، وعلى فكره هيكون كلامنا عن اطفال المدارس وكمان المراحل السنيه الاكبر من كده شويه، الجامعات الى اخره. كمان هنتكلم عن اساسيات الدايت المناسب لكل شخص، وازاي اقدر اسيطر على الجوع مع دخول موسم الشتاء. ده ملفات كتيره يا دكتور رامي. يلا بينا. نورنا دكتور رامي صلاح الدين، طبعا اخصائي التغذيه العلاجيه اللي بنسعد دايما بوجوده معانا. صباح العسل. صباح الفل. صباح الفل عليك يا دكتور. وزي ما كريم قال كده في ملفات كتيره، بس خلينا نبدا بالمدارس لان يعني ده الملف الابرز حاليا واللي بيهم بيوت كتيره جدا عندنا. يعني انا دلوقتي وديت ابني المدرسه مثلا، والمدرسه انا مش ضامن هو بياكل ايه بيشرب ايه، لان هناك الاطفال حتى ممكن يجيبوا لبعض حاجات ياكلوها بتاع، فازاي اقدر اسيطر على ده وفي نفس الوقت ازاي يبقى في تغذيه صحيه ان انا ابني ما يتخنش؟ ان في اطفال كتير جدا فتره المدرسه من السويتس والحاجات دي بيتخنوا وصحتهم بتبوظ خالص بعد فصل الصيف. يعني خلينا مبدئيا الاول ناخد الموضوع من الاول، من ليله انك ما بتصحى تروح المدرسه. يعني هو الطفل بيصحى الصبح يروح المدرسه ليلتها. لو الطفل اكل اكله كبيره او دسمه او فيها كل تقيله زي ما بنقول ومتاخره ونام بعدها، فيصحى الصبح هو مش قادر يفطر. عشان بس الامهات اللي بتيجي الصبح تقول لابنها يلا اتفضل افطر، ده انت رايح المدرسه واول بريك او اول فسحه هياخدها مثلا بعديها بمده زمنيه طويله، فيقول لك انا مش قادر. لو رجعتي بالزمن لورا شويه هتلاقي قبليها بيوم هو خد وجبه دسمه، وجبه تقيله، وبالتالي بالتبعية هو مش هيقدر يفطر. فبنطالب الأمهات إن هي ليلة يوم المدرسة آخر وجبة يأكلها الطفل قبل ما ينام بساعتين لثلاث ساعات كمان، عشان تتهضم كويس، ينام حتى ينام مرتاح يقوم. يعني في أمهات أطفالها بتنام أكتر من 8-9 ساعات وبيقوم الطفل برضو لسه جعان نوم. طب. لأنه ستيل، والناس الكبيرة برضو لأنه ستيل لسه المعدة مرهقة بسبب عملية الهضم اللي حصلت والمخ فاصل. فإحنا عايزين الأمهات تبتدي من يومها كده، هيصحى الصبح هيبقى قادر إنه ياخد يفطر قبل ما يروح المدرسة. حلو. انا رايح المدرسه عشان ابذل مجهود ذهني، يعني ابذل مجهود ذهني مش مجهود عضلي، يعني مش رايح العب رياضه. فبالتالي عايز كل الطرق وكل الوسائل اللي تخلي المخ يبقى صاحي وفايق. الامهات بترتكب جريمه بقى في اول يوم الصبح، ان الطفل مثلا بيقعد زي ما قلت لك بياخد مده زمنيه على ما بياخد الاول فاصل عشان يقدر ياكل، فالامهات تبدا تديهم فول الصبح ظنا منها ان ده بيفضل مخلي الطفل شبعان لاطول فتره ممكنه، في حين ان ده بيحط حمل زياده على المعده، فبالتالي الدم بتاع الجسم بيبدا يتجه للمعده عشان عمليه هضم الفول مش عمليه سهله، عشان الموضوع يتم بصوره سلسه، فبالتالي المخ بيتاثر. إيه ده؟ فبيفضل ايه ده بقى ده؟ يعني احنا دلوقتي الناس الموظفين اللي بيفطروا فول ده بيأثر على ادائهم في الشغل؟ لو انت بتشتغل تبقى مصيبه لو بيأثر. يا انت مش واخد بالك يا دكتور، انا المعني بالكلام ده كده دمرنا ده فريق عمل كده. فهمت بقى احنا في الفاصل كده الدنيا ماشيه. في لا بجد والله. صحيح، اي حاجه فيها مجهود ذهني ومطالب ان المخ يبقى حاضر ما تحطش حمل على المعده كبير. ضربت لنا فريق العمل كامل. انا اقسم بالله بقول لك ان الفول وفي مطحنه، انت شفت الموقف ده. ففكره انك تحط حمل يعني تخلي المعده تبذل مجهود عنيف في عمليه الهضم، فالدم كله بيروح للمعده عشان الجريمه دي ما ينفعش تستنى. اوكي. وبتحصل لمده طويله، فاكتر عضو بيتاثر بسبب عمليه خلل الهضم ده هو المخ. فبالتالي تلاقي وظائف المخ اتاثرت، بتلاقي نفسك مش مركز، بتلاقي نفسك لو انت بتتابع مثلا عمليات حسابيه بتلاقي المخ مش حاضر، لو بتتابع حتى زي ما احنا بنتكلم في الاستوديو هتلاقي المخ برده مش قادر يسعفك. ليه؟ لان استيل المعده لسه بتبذل مجهود عنيف. ايه الفطار الامثل لاطفال المدارس المرحله السنيه دي؟ وبالمره بقى ايه اللانش بوكس المثالي؟ يلا بينا. لو هنتكلم على فطار مثالي، فابنك مش محتاج اكتر من ربع لنص رغيف بلدي في اي محتوى اي نوع من انواع الجبن، ويفضل طبعا الجبن الطبيعيه مش الجبن المصنعه. تمام. يعني لو هتحط فيها معلقتين جبنه ملح خفيف مع فلفل مع خيار، فده فطار كامل. لو هتضيفي كوبايه لبن مفيش مشكله، ولو هتضيفي حتى معلقه عسل على كوبايه اللبن مفيش اي مشكله، ده بدايه يومك. طب انا رايح هناك وهاخد اللانش بوكس، لان الامهات دلوقتي للاسف الامهات اللي بتستسهل في القصه تصحى الصبح او من بالليل تحمر اللحوم او الفراخ البانيه مثلا والصبح وتروح جاي حطها في اللانش بوكس، هي ما بترتكبش جريمه في حق ابنها بس، لا ده كمان الاطفال اللي بيبقوا معاه في الفصل، هو طبعا ده اكل محبب بالنسبه لاغلب الاطفال. فيبدا يطالبوا امهاتهم ان انا عايز معايا بانيه، عايز. بدل المشكله، بدل ما هي بقت مشكله سوء تغذيه لطفل واحد، بقت مشكله سوء تغذيه لمجتمع كامل.
فالام لازم تبقى عارفه ان اللانش بوكس هو مش محتاج كل المجهود ده كله، انت محتاج نوع من انواع الكربوهيدرات اللي هتمثل في صوره العيش سواء كان عيش فينو او عيش بلدي، خضروات، ولازم تشغل اكتر من نص اللانش بوكس. دلوقتي اللانش بوكس بقى بيتقسم زي بصوره الطبق الصحي، فانت نص ومش محتاج انه يبقى خضار مطبوخ، السلطه ممكن تحقق لي ده، فلفل، خيار، خس، جرجير، بروكلي، حسب ما ابنك بيحب امليله نص اللانش بوكس، وهتبقى ربعين. ربع فيه بروتين وبيشغل البيض، وان كان البيض يعني بيشوبه شويه شوائب ان هو ما بيقدرش يستنى اطول فتره، وفي علبه مقفوله مكتوبه فتره زمنيه، خاصه لو كانت درجه الحراره عاليه، فبالتالي الجبن بتشغل حيز. لا ممكن تضيفينه نوع من انواع الحلاوه زي الحلاوه والمربى، ما فيش اي مشكله خالص للطفل، لان الطفل بيجي بعد كده بيبذل مجهود عضلي في الفسحه او في البي اي او في حصص الالعاب عامه يعني، فده بيستهلك الطاقه اللي هو بياخدها. خد واستفاد وجسمه استفاد، وفي نفس الوقت عمليه وظائف المخ ما تاثرتش بصوره كبيره للاسف. وده بيحصل زي ما قلت لك، هو مش بيبقى الاطفال بس، كمان الموظفين هم بيدور على فكره ان المعده تفضل مليانه اطول فتره ممكنه، فده بيخليه ياثر على وظائف المخ بصوره كبيره. لكن الناس اللي بتبذل مجهود عضلي او بيشتغل بصوره عضليه كبيره، فما فيش مشكله انه ياكل الفول كبدايه يوم، هو كده كده خلاص العضلات هتستفاد من البروتين وهيستهلك في وقت قريب جدا، والدنيا هتمشي كويس يعني. طيب ماشي، بس انا دلوقتي برضو لو جيت بقى كده اتكلمت يعني، ما انا ممكن اروح ابني اعمل كل ده معاه، وبعدين هناك في اللي هي الكانتين بتاعهم يجيب كل حاجه يعني بوظ كل حاجه انا ببنيها. لا، هي الفكره كلها ان ابنك لما بيجي يطلب منك فلوس كاول تجربه مثلا في المراحل السنيه الاوليه، فانت المفروض بتبدا تفهمه انت واخد كل احتياجاتك معاك، هو مش هيروح الكانتين هو ما جيبه ما فيهوش فلوس الا اذا انت اديته فلوس. تمام، ففكره ان هو يحس بالحرمان ما بينه وما بين زمايله، ان زمايله بيروحوا يشتروا وهو ما بيروحش يشتري، فاحنا هنا لازم نلجا لمستوى اعلى شويه، يبقى المدرسين اللي موجودين في الفصل او حتى اداره المدرسه ان هي تتواصل. ودلوقتي الحكومه بدات كمان تدخل الوجبات الغذائيه. هي دي بقى النقطه، انا اصلا مفروض كمدرسه او كمؤسسه انا اللي امنع يبقى في اكل غير صحي، بالذات ايجز معينه في المدارس يعني. احنا وعي التغذيه ووعي الصحه الغذائيه دلوقتي بدا ياخد مساحه كبيره جدا، وفعلا ده حقيقي بدا يتطبق في مدارس كتيره. وصدقيني هو فكره الامهات بتيجي من الاول، هي الام لو حققت الصحه الغذائيه لابنها وما خدش فلوس ان يشتري من الكانتين، ففكره الكانتين هي مجرد بس سنه وهتلاقيها بدات تختفي تماما، لانه ما فيش حد بينفعه زي صحيح. ما احنا بنقول لان للاسف فعلا لما تيجي تبص تلاقي كل الحاجات الان هيلثي او الغير صحيه هي المتوفره في الكانتين. فاداره المدرسه لازم يبقى عندها القرار ده، ان ده بيخدم على صحه الاطفال وبالتبعيه بيخدم على وظائف المخ وبالتبعيه بيخدم على سمعتها كمدرسه. صحيح. طيب انا عندي حاجه عايزه اعرفها، هل احنا صحتنا لما بنكبر تبقى متاثره بصحتنا واحنا اطفال بشكل كبير؟ يعني انا مثلا انا ليا صور بشرب اللي هي المشروبات الغازيه من غير اسم عشان الاعلان، وانا كنت سنتين مثلا حاجات زي كده، وبناكل كل حاجه وبنشرب كل حاجه كلنا يعني. بدري قوي يعني. سنتين بدري غريبه جدا. عندي صوره كده يعني وانا وغيري يعني ناس كتير، فهل ده معناه ان احنا لما كبرنا صحتنا ممكن تبقى اوحش من حد تاني؟ اهله مثلا كانوا مخليين بالهم اكتر؟ خلينا نقول لو مامتي تتفرج هتتضايق دلوقتي. صح، مش قصدي انا يعني جنرال. ايوه، خلينا نقول ان الصحه الغذائيه عامه او صحه الجسم رصيد انت بتجمعه من وانت صغير وبتبدا تجني ثمار وانت كبير، فانت وقت ما انت طول ما جسمك بيسعفك وبيحقق لك الهدف. عملت الرياكشن بتاع يدي المصيبه. لا لا، فانت بتحقق الرصيد ده، فوقت ما بتحصل المشكله بتبقى محتاج ان جسمك يسعفك، فبيبقى فعليا هو بيقدر نفس فكره الكورونا دلوقتي وقصه المناعه، وانت لو مناعتك متاثره بصوره كبيره جدا على مدار الزمن، فانت اول ما بتصادف مرض شرس زي ده انت بتتاثر. الناس اللي محافظه على صحتها بيواجه المرض ده بيبقى اقل حده وبيتعامل معاه والدنيا بتعدي كويس. فاحنا عايزين ناكد على النقطه دي، ده رصيد ابنك انت ما بتحققلوش رغبه، لان صدقيني هو الطفل ما بيميزش ما بين الاكل الهيلثي او الهيلثي، هو بيبقى غرضه كله الطعم، عايز يستمتع بالطعم. بس لو قدرنا نحقق فكره ان هو الحاجه الهيلثي والان هيلثي، وانا بدات المس ده في المناهج التعليميه ان هو بدا يتكلموا ان الحاجات الصحيه ب 1 2 3 4 الحاجات الصحيه 1 2 3 4، ودلوقتي الطفل بقى فاهم يعني ايه كمامه ويعني ايه تباعد ويعني ايه كورونا ويعني ايه مناعه ويعني ايه صحه غذائيه، الطفل بيبقى عنده 6 و7 سنين فاهم الموضوع ده. فاحنا قدام فرصه عظيمه ان احنا نستغل الاجيال اللي طالعه دي في ان احنا ننقلها بقى
صحة غذائية كويسة وما يتصوروش. صحيح صحيح. مش ما ياكلوش. احنا هنلغي الحتة دي خالص. طب احنا كده اتكلمنا إلى حد كبير باستفاضة عن الأطفال اللي في مرحلة الدراسة المدرسية. طب المرحلة اللي بعد كده مرحلة الجامعة واللي هي طبعا بتخلو أكيد من اللانش بوكس، ما حدش بيروح الجامعة بيه، وإلا هيتزف من الدفعة كلها. يعملوا إيه بقى الطلبة اللي بيروحوا يقضوا وقت طويل في جامعه او في معهد الى اخره او في الشغل؟ على رايك احنا بنجوع مثلا بعد الهوا على فكره، احنا بنبقى جايين فترانين، تيجي الساعه 12 بس احنا بنفطر 7 الصبح، تيجي الساعه 12 بنبقى جعانين. خلينا نقول ان فتره الجامعه الاول قبل ما تخش على الناس اللي بتشتغل دي فتره مهمه جدا، لان دي بيبقى انعكاس وجهه نظرك لنفسك في المرايه. يعني البنت اللي بتبقى شايفه نفسها زادت في الوزن فممكن يجي لها اكتئاب وتخش مرحله سيئه، وكذلك الشاب تلاقيه بيبذل مجهود عنيف عشان يبقى شكله كويس وشكله لطيف. فاحنا لازم نستغل النقطه دي زي ما قلت لك، برده مهمه جدا في التوعيه الغذائيه. التوعيه الغذائيه دلوقتي في مطاعم كتير قوي بتبيع الجانك فود او الوجبات السريعه بصوره كبيره، وفي مطاعم تانية بتقدم الوجبات الغذائيه. فاحنا بغض النظر عن السلطات، هي الفكره الصحي، ما فكره الشوي نفسها فكره صحيه، فكره السلق نفسها فكره صحيه، بس زي ما قلت لك الاكل التقليدي اكل مرضي الى حد ما. لكن انت ممكن تقدم صوره الاكل في صوره الشوي بس بصوره لطيفه، متقدم العين متقبلاه، فممكن ياكل حاجه زي دي. لازم يبقى عارف كويس قوي، صدقني هي الفكره كلها زي ما قلت لك، انت بتنزل يوم الصبح فطرت ولا لا؟ لو فطرت كويس وخدت فطار صحي فانت هتطلب الاكل المرحله اللي بعد كده بعد فتره زمنيه مش قصيره. والجسم حسب ما بتعوده، يعني في حاجه اسمها الهابتشوال هانجر، الجوع التعودي. التعودي، انت معود جسمك يطلب اكل امتى؟ هيجي في الوقت ده ويطلب منك، زي ما بنيجي في رمضان بنعدي اول اسبوع، بعد كده تلاقي المغرب بيأذن الجوع الدنيا والاخره، مع ان قبلها بنص ساعه انت مش جعان، لان الجسم متعود في التوقيت ده يطلب منك الاكل. فاحنا محتاجين طلبه الجامعات يبقوا فاهمين القصه دي كلها. لازم تدور على وظائف المخ وتعرف القيمه الغذائيه اللي موجوده في الاكل، لازم تدور على الفيتامينات والمعادن اللي بتقدم لك الدعم ده. طالب الجامعه بيبذل مجهود عضلي كبير جدا، فلازم يبقى عارف ان البروتين هو الدعم الرئيسي للكتله العضليه بتاعته، والبروتين في صورته النباتيه وصورته الحيوانيه، مش النباتيه فقط لا غير، تمام؟ ومش مطالب ان هو ياخد مكملات غذائيه عشان يقدر يحقق ده. مارس الرياضه، الرياضه عمرها ما كانت اختيار لطالب الجامعه وللبني ادمين عامه، مش اختيار انك تختار انك تلعب رياضه ولا لا، انت محتاج تبذل مجهود عضلي وتبذل مجهود بدني، ده هيفرق كتير جدا كمان في صحه المناعه وفي صحه الجسم، تفاصيل كتير يعني. برضو حاجه ليها علاقه بـ 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 بالمسمى ده اللي هو الجانك فود، لان هو مرتبط ذهنيا عند اغلبنا بانواع معينه من المطاعم بتقدم اشكال معينه من الوجبات اللي هي بتكون نصف محضره، واخد بالك ازاي، وبتتقلي وتتحط على طول الى اخره. طب المطاعم اللي بتقدم الاكلات اللي هي اقرب للاكل البيتي، فراخ المشويه، صواني كذا بطواجن كذا، هل ده يتقال عليه جانك فود برضو لمجرد ان هو مطبوخ بره البيت؟ لا، مش فكره ان مجرد انه مطبوخ بره البيت، طريقه الطبخ نفسها هي اللي بتفرق. احنا بس عشان ناخد بالنا من نقطتين مهمين جدا، ان الدهون الكتير قوي هي اللي بتحط لي صبغه الجانك فود، او بتحط لي صبغه الطعم ده عشان تبدا تدور عليه. انت ما بتروحش تدور على النوع ده من الاكل، ما البرجر ما هو موجود في موجود، انت ممكن تعمله تجيب لحمه مفرومه ومامتك تعمله، ايه الفرق بين البرجر ده والبرجر ده؟ القصه قصه الدهون. الدهون هي اللي بتحط لي صبغه الاكل بالطعم الحلو ده، فبالتالي انت بتبدا تطلبه. فانا بيبقى امانه من المطاعم الثانيه ان هي بتبدا تتبع الاكل بصوره صحيه، بتبعد مثلا عن السمنه المهدرجه، بتلجا مثلا للسمنه الطبيعيه او الزبده الفلاحي الموجوده بصوره طبيعيه، احنا ما عندناش مشاكل معاها كاخصائيين تغذيه او دكاتره التغذية. فهي الفكره كلها مش فكره انه الطبخ بره البيت، لا، هو الطبخ ممكن تطبخ بره البيت بس يطبخ بصوره صحيه، وانت كمان بتقدر تحط ده في طلبك. يعني بتيجي تطلب تقول له لا انا مثلا لو عايز فراخ مشويه او كفته مشويه بس مش عايز كميه دهون كبيره، ما تحطليش كميه دهون، لان زي ما قلت لك لفظ الدهون ده او الدهون الكتير دي هي اللي بتديها الطعم اللطيف اللي احنا بنستناه. طب قول لنا بقى على الناس اللي بتشتغل اللي هي بتبقى بتفطر في بيتها وبعدين وقت الغداء او يعني برانش بيبقوا جعانين، فنعمل ايه يعني؟ ده هيتحدد الوجبة الرئيسية اللي بعد كده امتى. انت تقصد اللي هو اللي هي الوجبة السناك اللي ما بين بين الفطار والغدا، تمام؟ وان كان علميا دلوقتي فكرة السناك ده مش من الافكار المحببة، لان هي هيحرمونا. مين دول؟ هيحرمونا منها؟ هم مين دول؟ الدكاترة. ما يعني مش على فكرة تحرمنا، يعني افطر الساعة 7 واتغدى الساعة 3، انت ممكن تاخدي احتياجك الكامل في وجبة الفطار. زي ما قلت لك انت ممكن تصحى الصبح تشرب فنجان قهوه فنفسك تتسد، تشرب نسكافيه وتاخد معاها اي حاجه سريعه، بسكوت، اي حاجه سريعه، فانت ما خدتش الفطار الكامل. فبالتالي بالتبعيه بتيجي على الساعه 11 12 محتاج تاخد اكل ثاني. لكن لو فطرنا فطار كويس، خدنا عيش، خدنا بيض، خدنا فول، خدنا جبنه، سلطه جبنه،
خدنا اي نوع من انواع المعجنات اللي معموله بصوره صحيه، فده ما فيش منه مشكله. انت خدت وجبتك بس حجوه بعد 5 ساعات، مش الجسم بين وجبه ووجبه بيبقى 5 ساعات تقريبا؟ مش شرط يبقى 5 ساعات، طول ما الانسولين زي ما كنا بنتكلم في الفصل، طول ما الانسولين تحت وهو في الليفل بتاعه فانت مش هتجوع. هي الفكره الجوع 7 انواع، هل انت بتمر بانهي واحد فيهم؟ هل ممكن يبقى جوع خلوي، الخليه محتاجه نقص فيتامينات، عندك مشاكل، سيادتك ما بتديهاش مثلا فيتامين د، تمام؟ فالخليه بتبدا تطلب منك انا عايز فيتامين د في صوره ايه؟ في صوره جوع. فانت بصوره عشوائيه بتبدا تعمل ايه؟ تاكل اي حاجه موجوده قدامك وخلاص. ممكن يبقى جوع سوائل، جسمك عطشان ميه، بس ده بيترجم في المخ اوقات بيترجم بصوره غلط ان انت جعان، فتروح تاكل وستيل ان انت جعان، تفضل جعان لغايه لما تدخل للجسم الميه اللي هو فعلا محتاجها. فالجوع 7 انواع، ممكن يبقى جوع نفسي، سيادتك اتضغط عليك شويه في الشغل فمريت بتجربه سيئه فتلاقي نفسك بتطلب اوردر وعايز تاكل، ومع التعود جسمك هيبدا يتعود على الوجبه دي وهيطلبها منك. عشان كده فكره السناك مش من الافكار المحببه، فطار غدا عشاء يومك خلص، تعود تاخد بس تاخد الوجبه كامله متناسقه فيها احتياجك اليومي من الكربوهيدرات. طب لو جعت بص مش هتفطر هي يعني شكلها جعانه دلوقتي لعلمك، والله عايز توصل لاجابه حاليا. ايه السناك الكويس اللي ما ياثرش قوي في الوزن؟ خلينا نقول بصوره ثانيه، احنا ممكن نقسم الفطار على وجبتين، بمعنى يعني لو انت مسموح لك انك تاخد رغيف بلدي في اليوم فممكن تاخد في الفطار الصبح نص رغيف وبعديها ب4-5 ساعات تاخد نص رغيف ثاني. تمام كويس. فانت هتقسم الفطار على وجبتين متباعدين. الحاجات اللي ما بتزودش الجسم وما تخلوش تمام، الفاكهه، وان كانت الفاكهه بنحط تحتها 1,000,000 خط، الفاكهه بتجوع، فسيادتك هتخش بتجوع طبعا. فانت لما تاكل فاكهه خاصه الفواكه اللي معدل الجلوتين بتاعها عالي زي البلح والتين والعنب والحاجات دي، فانت هتخش على وجبه الغداء محتاج تاكل اكتر. كنت فاكر ان البلح بيلكم الواحد، لا مش بيجوع، بيلكم في لحظتها كالياف. اوكي، لكن مجرد انه ما بيتهضم فالانسولين بيطلع عالي قوي، طول ما هو عالي بيحب يفضل فوق، فهتخش على الوجبه اللي بعديها ينزل بسرعه، تخش على الوجبه اللي بعديها تاكل الاخضر واليابس وانت مش حاسس. تمام. وان كان بقى الفواكه الثانيه اللي هي اقل في المعدل الجسيمي زي التفاح زي البرتقال زي الكمثرى زي الكيوي زي الجوافه، دي بتبقى افضل اختيار ممكن يبقى ما بين الفطار وما بين الغداء، اليافها كتير، معدل الجسيمي بتاعها قليل، فبالتالي انت ما بتجوعش للوجبه الرئيسيه للوجبه اللي بعد كده. بس الاهم انك تعود نفسك انك تاخد الفطار بعديه الغداء بعديه العشاء. على ذكر الانسولين، طبعا حضرتك اكيد ادرى مني 1,000,000 مرة بحجم انتشار مرض السكر وحتى الضغط، وخلاص بقى المرضين دول موجودين في مختلف الاعمار، يعني شباب تلاقي عندهم سكر او ضغط الى اخره. هل ليهم نظام غذائي معين المفروض يبقوا عايشين بيه مدى الحياه؟ مريض السكر بسهوله جدا ممكن يبقى بني ادم طبيعي، مفيش فرق بينه وبين بني ادم العادي. ازاي؟ لعبه اكل مش اكتر. تنظيم الاكل، يعني حتى في الدول بره في الدول الاوروبيه لما بيجي يتعامل مع مريض السكر بيبقى اول خيار هو دكتور التغذيه ثم دكتور الغدد. تمام. دكتور التغذيه بيظبط له اكله وبيشوف هو بيقدر ينتظم على لعبه الاكل ونظام الاكل اللي هيبدا عليه، وبعد كده ابدا احط الادويه بناء على نظام الاكل. تمام. ما بيحصلش العكس، ان هو بيتحط له الادويه الاول وبعد كده ابدا اديله الوجبه الغذائيه فيحصل خلل، يا اما هايبوجلايسيميا يحصل له هبوط حاد في سكر الدم وممكن يروح في غيبوبه، يا اما يعلى زياده عن اللزوم بسبب ما فيش توافق ما بين الاثنين. فلو مريض السكر قدر يحقق المعادله دي فهو بني ادم طبيعي. أزمة السكر مش في المرض نفسه، أزمته في التبعيات بتاعته والكومبليكيشنز المضاعفات بتاعته. بيحصل مشاكل في العين، مشاكل في الأعصاب الطرفية، مشاكل في الأعضاء بتاعة الجسم، فدي بتعمل لي مشكلة كبيرة جدا. فأنت لو قدرت تعالج النقطة دي فمريض السكر هو مريض عادي جدا، مفيش فرق بينه وبين أي شخص. بس هي الأزمة بقى في الناس، بتيجي مريض سكر تقول له مثلا أنا مضطر أقنن لك مثلا الدقيق الأبيض في صورة العيش مثلا، يقول لك لا ده أنا بحب العيش، لا أنا مضطر أقنن لك الرز، فيبدأ يعند مع نفسه ويبدأ يخش الموضوع نفسي بحت بصورة كبيرة. في مرض سكر تيجي تقول له أنت مريض سكر يقول لك لا أنا أكل حلويات، فأنت بتخش بقى في صراع بشع مع ودايما الممنوع مرغوب أصلا. ده للأسف هو مش فكرة ممنوع، زي ما قلت لك الانسولين لو مشكله الانسولين طول ما هو عالي بيفضل يحابب انه عالي. لو انت شخص حتى لو بتعمل تحاليلك السكر التراكمي ولسه ما بقتش مريض سكر بري دايبيتك مثلا، لسه عن عرضه انك تبقى مريض سكر، فهو ده بسبب ان الانسولين دايما فوق. طب ايه اكتر حاجه بتخليه لي فوق؟ السكريات، سواء كان في السكر بصوره مباشره او في الحلويات بصوره غير مباشره، فهو بيحب كده عايز يفضل فوق، فانت على طول بتخليه فوق بالحاجات السريعه وتنزل بسرعه، ونفضل هكذا تحت رحمه الانسولين طول عمرك، بطنك تزيد، كرشك تزيد، جنابك تزيد. ما هو ده حقيقي، ده اللي بيحصل. طب والضغط؟ ده مريض الضغط ده لو لما نيجي ناخد السبب الرئيسي لمريض الضغط هو النون كوز،
سبب غير معلوم بتمر باي ظروف وراثه يعني ما انا جاي لك في الكلام ممكن بتمر باي ظروف وبتبقى مريض ضغط ده رقم واحد ممكن يبقى خلل لو هناخد اسباب خلل في الكلى ممكن يبقى خلل في الليبيد بروفايل صوره الدهون بتاعتك عندك مشاكل في الدهون الثلاثيه في الدهون الضاره اللي موجوده في الجسم فبيحصل تصلب شرايين فبالتالي ده بيحط حمل زياده على القلب انه يبذل مجهود فتبقى مريض ضغط عالي لو احنا هنتكلم بصوره مباشره على مريض الضغط العالي ممكن يبقى صوديوم سيادتك من اللي بتحب الحوادق بصوره كبيره وبتاكل الصوديوم بصوره عشوائيه فده ممكن يخليك مريض ضغط على المدى البعيد بس في نقطه مهمه جدا ان انا ما اقدرش احكم على الشخص اللي قدامي كمريض ضغط الا لما يتحط تحت الفحص لمده مش اقل من شهر شهر ونص رقم الارقام بتاعه الضغط بتاعه عالي يتخطى ال 160 و 170 فوق ويتخطى ال 90 وال 100 تحت عشان اقدر اقول ان الشخص ده مريض ضغط وان هو جاهز انه ياخد دواء ضغط لكن انت ممكن بسهوله جدا الرقم اللي هو فوق اللي هو السيستوليك اللي احنا بنقول عليه مثلا اللي هو ال 120 على 80 لو ال 120 ده بسهوله جدا ممكن يعلى لمجرد ان انت مريت بظروف نفسيه سيادتك داخل على امتحان شفوي مضغوطه مضغوط في شغلك أي ظروف فممكن يبقى عالي فجاء اقيسه هلاقيه عالي طول ما الظروف موجوده طول ما الضغط ده هيفضل عالي بس هل الشخص ده مريض ضغط ولا لا هي دي الفكره صنفناه مريض ضغط بنبدا بقى نقنن له في نظام دايت مخصوص لمريض الضغط العالي اسمه داش دايت غرضه الرئيسي ان هو يبدا يقنن نسبه الصوديوم اللي موجوده في الجسم لان الصوديوم من العناصر المهمه مش عناصر غير مهمه فما يمنعش امنعه الا اذا كان الشخص ده بيموت خلاص كسر ال 200 وارقام كبيره فانا هضطر امنع الصوديوم لكن الصوديوم باحتياجك اليومي ليه من 2500 ل 3000 ملي جرام فممكن ينزل ل 1500 لمريض الضغط بيحصل ليه تقنين ممكن تخش ليفل اعلى انك تبدل الملح الطعام اللي موجود في السوبر ماركت لان هو ده اكتر حاجه غنيه بالصوديوم بملح الهيمالايا او الملح البحري مع التعويض في اليود تبدا تقلل كميه الدهون تريجل سرايد الدهون الثلاثيه الناس اول ما بتسمع الدهون الثلاثيه يقول لك انا باكل كميه دهون كبيره وفي خلل في عمليه الدهون الدهون الثلاثيه المتهم الرئيسي هو الكربوهيدرات منها النشويات منها الفاكهه منها السكريات فاول ما بتقننها الارقام بتاعتك بتنزل الاوعيه الدمويه بترجع لمرونتها الدم بيتحرك بصوره كويسه فالقلب يشتغل بصوره احن مشاكل الكلى الناس اللي عندها مشاكل في الكلى والكلى اللي بتكون حصوات او بياكل بيشرب حاجات مضره للكلى بيتعامل مع الكلى بصوره عشوائيه ما بيشربش ميه بصوره منتظمه فالكلى ممكن بسهوله جدا تخليك مريض ضغط فانت لو قدرت تتعامل مع الكلى بصوره صحيه فانت بتتجنب تحاليل فرصة. مهمه جدا قبل اي علاج قبل طبعاً. اي دايت لازم يبقى في تحاليل طيب انا عندي يعني كم استفسار كده سريعين يعني سريعا يلا. اول حاجه ليه مع التقدم في العلم وفي الطب وكلام 2021 يعني مش كده ومفيش دواء يسد النفس ويبقى صحي يعني ليه ما نقدرش بجد والله نخترع حاجه تسد نفسنا بقى وما نبقاش الموضوع مقلق يعني ليه؟ ما انا قلت لك جمله مهمه جدا في واحنا بنتكلم قلت لك الجوع سبع انواع لو انت قدرت كل بقى الانواع ما انا جاي لك ما انا جاي لك لو انت قدرت تحط ايديك على نوع الجوع اللي عندك ده فانت حليت المشكله يعني زي ما قلت لك انت ممكن يكون جسمك محتاج لميه بصوره كبيره وسيادتك ده بيترجم في المخ انك جعان فبتاكل بعشوائيه في حين ان انت لو رحت شربت ازازه ميه انت شبعت فهمت يعني الفكره احنا نعمل ايه طيب ما هو انت لازم تعرف انت في انهي نوع من الجوع ازاي خلينا ناخد الجوع اللي هو اللي الناس اللي هي لا ما هو احنا موجودين ليه ما احنا لو انا جعانه دلوقتي ومش عايز اعرف السبب انا جعانه وعايز اكل ايه لا مش اكل ايه بقى هي عايزه حاجه تقول يا جعانه مش عايز اكل يعني انت فاهمني هقول لك الفكره المعده دي عضله كبيره ما تجيش سيادتك مثلا بتخوض تجربه دايت مثلا فلنفترض انك اون دايت وان دي بقت موضه والناس كلها بيقول لك انا اون دايت انا بعمل دايت تمام ترتكب غلطه مثلا من الغلطات الكبيره انك بتاكل سلطه بصوره كبيره تاكل ايه سلطه مثلا دكتور قال لي كل سلطه زي ما انت عايز كل فاكهه زي ما انت عايز جميل انت مش هتتخن وهتخس والدنيا هتبقى زي الفل بس ستيل حجم المعده لسه زي ما هو فبالتالي انت مش مهم انك تاكل سلطه بصوره عشوائيه لو المعده حجمها كشف فانا لما اجي اطلب منك انا هوندا هنا بتاكلي ربع فرخه هتقولي لي حاضر انا موافقه ليه لان انت لو خدتي اكتر من الربع هيحصل خلل في الجهاز الهضمي هيحصل ارتجاع هي بتكبر وتصغر فعلا ايوه طبعا ما حد كان قال لي ايه الكلام ده مفيش حاجه اسمها كده امال عمليه التكميم جت منين؟ العمليات جت منين العمليه؟ جت الفكره منين؟ لا والناس الرفيعين اللي زي حالتي دايما بيتقال لهم جمله ما بتفيد يعني في حته ايه كبر المعده يعني ما هي الفكرة جاية كده ما هو انت عشان تقدر تاخد حيز اكتر وتاخد كميه اكل اكبر بغض النظر عن نوع الاكل أوكي. تمام فانت نفس الفكره للشخص اللي بيخس انا لو قدرت اخلي المعده تنزل معايا واحده 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 فيجي وقت من الاوقات اجي اقول له كل نص فرخه هو مش هيقدر طالما ما فيش وظيفه للبروتين ده كله أوكي. فهي دي الفكره طب انا ما عنديش اراده وما عنديش عزيمه ان انا اوصل للمرحله دي فبتبدا نخش بقى في حيز الادويه انت
تمام. فحيز الادويه ده موضوع كبير يعني ممكن اكلمك عنه، ما عنديش عايزين حلقه بقى لان كامله لان هو ليه شقوق كتيره جدا موضوع الادويه، وانك تاخد ادويه وفي ادويه ليجل، ادويه مباحه وادويه غير مباحه. طيب خليني اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، خلينا بجد فقره تانية تكون معانا سواء الاسبوع الجاي او اللي بعده حسب ظروف حضرتك، نتكلم فيه عن الادويه العقاقير، بس تبقى فقره يعني مركزه على ده. انا بقى عايزه اختم بالسؤال، لان يمكن دي حالتي وفي ناس كتير جدا برضو ممكن يستفيدوا بالاجابه. الناس اللي ما بتاكلش لحوم خالص، انا ما باكلش غير فراخ تكون مشويه وسي فود، الفراخ العاديه لا ما بحبش ريحتها حتى، وقليل جدا والسي فود قليل. فالناس اللي هي ما بتدخلش بمعنى صح يعني بروتين، بروتين حيواني تقصدي؟ البروتين الحيواني هو الغذاء الرئيسي للعضله، خلينا واحده واحده كده مع بعض. جسمك محتاج انه يعمل استشفاء ومحتاج انك تعيش بصوره كويسه. طب انا الاستشفاء والصوره كويسه ده مش هحققها غير البروتين الحيواني، فانت بصوره او باخرى لازم تاكل بروتين حيواني. ما معوضوش بفيتامينز او حاجه؟ ما انا جاي لك في الكلام، هناكل بصوره ادور على، ممكن يبقى المشكله مشكله طعم او مشكله طريقه طبخ او مشكله طريقه تقديم او ذاكره سيئه مع النوع ده. فانت لو بتاخد الفراخ في صوره مشويه وبتاخد السي فود حتى لو بكميه قليله، فانت حققت احتياجي مقارنه بمجهودك على مدار اليوم. ما بقاش انا ببذل مجهود عضلي. طب انا ايه اللي ممكن يخليني اعيش كويس بس في نفس الوقت ما يقدرش جسمي يعمل استشفاء؟ والبروتين النباتي، انك تاخد البروكلي، تاخد العدس، تاخد الفول. ده يخليك كويس وعضلاتك كويسه والدنيا تمام، بس لو لا قدر الله حصلت مشكله مش هيقدر يسعفك في الاستشفاء. تمام. طيب انا عندي فيتامين بي 12، ده انا احط تحته مليون خط، بي 12 يعني صحه عضلات، صحه اعصاب، صحه مخ، وحاجات كتيره جدا. المصدر الرئيسي ليه هو اللحمه الحمراء. موجود في المكسرات و بس يبقى المصدر الرئيسي هو اللحوم الحمراء. فبالتالي الناس النباتيين لما بيحصل خلل في البي 12 على المدى البعيد بسبب التجربه يبدا ياخده كمكمل غذائي. المكمل الغذائي ما بيغنينيش، انت عندك الفيتامين موجود بصورته الطبيعيه وموجود في احتياجه، انت عايز علبه كبريت حته لحمه قد كده، فممكن تخش ان هي ممكن تتهري وسط الشوربه انت ما تحسهاش، هي دي الفكره. بتظهر برده ممكن تبقى الازمه في الشوربه نفسها. يعني على كل حال هنحل المشكله، يبقى مكمل غذائي ده مكمل غذائي في اضيق الظروف. نورتنا والله العظيم بجد، يعني انا شخصيا استفدت جدا، واكيد كريم واكيد نورتنا وافدتنا فعلا، وبنسعد دايما بوجودك معانا دكتور رامي صلاح الدين. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا. هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع عشان نبتدي بقى ملف كره القدم والنادي الاهلي والمنتخب ومواضيع كتير. فاصل تبعونا.